السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب هوم دوج زمنهور، تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. الحلقه بتاعت دلوقتي يا جماعه اللي احنا هنقدمها اللي هي بتاعت مجموعه الكلاب بتاعتنا، وهنشوف المشاكل الصحيه بتاعتهم ايه. الحمد لله وفي كلاب طبعا باين على الحمل، وفي كلاب متجوزه، وفي كلاب لسه متجوزتش، وهنتعرف على اخبارهم الصحيه. هنبدا بالاول يا جماعه، الدفعه اللي معانا النهارده 5 كلاب وكلهم جيرمان على فكره. وانت يا هنبدا بليزا. ليزا اخر حاجه كانت حصلت معاها جواز من هامر يوم 15/10، تمام، يعني 15/11 15/12 المفروض تولد، لسه فاضل مسافه، يعني عدى كده شهر وحاجات بسيطه، تمام. تعالي. طبعا ليزا يا جماعه وضع عليها الحمل وباين عليها جدا. بالنسبة للحالة الصحية الحمد لله مفيش أي مشاكل. تعالي تعالي يلا، الحملة واضح يا جماعة خالص، بدأ يبان خالص، تمام. تعالي تعالي اوقفي بقى عشان توريني كده. تعالي يلا تعالي، ها تعالي تعالي ادي يا جماعة، طبعا باين خالص الحمد لله. الشعر اللي في البطن اللي زي ما قلت لكم، الشعر اللي بيبقى واقف. الكلبة اللي بعد كده زيتا واخد علاج حساسيه يوم 27/8، الحمد لله ما فيش لا حساسيه ولا في اي مشاكل صحيه. طبعا حاله صحيه بنسبه 100%. بالنسبه للشعر برضه ما فيش مشاكل. ايه عايزه ايه؟ بالنسبه بعد كده مسله جواز من مايلو يوم 6/11 6/11 يعني 6/12/6/1. تعالي. طب 6/11 بقى ابو نور ده هيطلع شاطر، انا بنقول حامل. واخدين بالكم يا جماعه من الحته دي؟ معلومه بقى يا جماعه، عشان كان في حد كلمنا في اللايف قبل كده، تمام؟ كان في حد كلمنا في اللايف قبل كده، ودي بتبقى سهل علينا ان احنا نوضحها لكم في الكلاب اللي هي الشورت، اللي هي اللي شعرها شورت، او اللي هي اهي. طبعا لما انا يكون عندي كلبه متجوزه 6/11 6/11 يبقى كده لحد النهارده كام يوم؟ ايه؟ اه كام يوم؟ 12 12 يوم. طب 12 يوم نعرف ان هي حامل ولا لا؟ 12 يوم. طبعا السونار نفسه، السونار نفسه ما يجيبش، السونار نفسه يا جماعه ما يجيبش الكلبه حامل ولا لا. السونار نفسه في 12 يوم ما يجيبش، يعني لما تيجي تروح تعمل سونار لكلب يقول لك بعد 30 يوم 35، تمام، يجيب لك الكلب هل في جنين ولا لا. ممكن بعينك تعرف ان كانت الكلبه حامل ولا لا، 12 يوم ممكن بعينك انت كمربي تعرف الكلبه حامل ولا لا. طب ابو نور هتعرفنا ازاي ان الكلبه حامل؟ بص يا ابراهيم، عشان معلومه برضو للناس اللي معانا على القناه، اللي معانا اللي شغالين كمان، تمام، والناس اللي معانا على القناه المشتركه معانا يعرفوا ازاي نعرف ان الكلبه دي حامل، وفي نفس الوقت في الوقت ده بقى نحافظ عليها من حمى، نحافظ عليها من ميه، نحافظ عليها ان ما تتخبطش، ان ما فيش كلب يضربها والكلام ده كله، تمام. بص يا سيدي، طبعا لما نيجي نمسك الكلبه بتاعتي اللي هي حامل في 12 يوم هنيجي كده نمشي بيها. طبعا ما ينفعش ان انا نشوفها وهي واقفه، تمام. هنبص لجسم الكلبه هنلاقي الشعر مدي درجات. يعني ايه مدي درجات؟ الشعر من هنا زي ما انتم شايفين نايم، تمام، من فوق من هنا واقف سنه، تمام، من الحته دي من فوق الجنب، من تحت الجنب ده، الجنب ده بالذات شايفين الدايره دي يا جماعه لو واضح في الكاميرا، الجنب ده بالذات، الحته دي بالذات اهي اهي، الحته دي بالذات بنلاقي الشعر واقف كده زي ما انتم شايفينه كده، تمام. غير كده وكده بنلاقي الكلب حلوت. حلوت ازاي؟ مديها لمعه، جسمها مفرود، باين عليها الاكل، تمام. طبعا دي كلها علامات حمل للكلبه، والله اعلم، بس دي تاكيدات احنا بنشتغل عليها، تمام. كنت انت تعرف ان هي حامل ولا مش حامل؟ كنت عارف؟ هي من شكلها من تقلع، كان باين عليها. طبعا اغلب المشتركين برضو متابعينا في الحاجات ديت وعارفين ان الشعر لما يقف، تمام، يبقى معنى كده ان الكلبه حامل. طبعا واضح اهو يا جماعه، تمام، دي 12 يوم. نيجي بقى نمسك الصدر تحت، مفيش مفيش حاجه، الصدر مفيش حاجه، لان الصدر ما بيشتغلش الا بعد 40 يوم، الصدر ما بيشتغلش قبل الولاده ب 20 يوم. طبعا واضح كده يا جماعه اهوت، تمام،
وكده نبقى عرفنا ازاي ان انا نعين الكلبه بتاعتي حملها ايه بعد 12 يوم بعد 20 يوم تمام. بعد المسافه ديت نعين الكلبه بتاعتي حملها ايه. زي ما انتم شايفين الكلبه زي ما قلت لكم بتقف كده الشعر بيلمع تمام، بنلاقي الجنب ده الشعر واقف فيه، وده اللي اغلب المشتركين عندنا عرفوه تمام. الحاجه الثانيه بنلاقي الكلبه حلوت، حمرها بان، الوانتها بانت، شعرتها فيها لمعه، كل دي حاجات تثبت حمل الكلب. اربط طبعا دي مسله، الورقه فين؟ دي مسله تمام، عرفنا ان هي شايله باذن الله وبمشيئه ربنا، واللي فيه الخير يقدمه ربنا واحنا ورزقنا برضه تمام. تعالى بعد كده ارتنى وقت تطعيم حشرات 12 10 12 10، يعني 12 11 12 1، لسه 12 11 12 1 12 2، لسه بدري عليها خالص بالنسبه كحاله صحيه، مفيش اي مشاكل. هي دلوقتي واضح عليها في مرحله قلش، متغير شعر. بعد كده فله، فله واخده تطعيم حشرات يوم 15 8، يعني 15 9 15 10 15 11، المفروض تاخد تطعيم حشرات النهارده تمام. هنقوله تطعيم حشرات النهارده كام يا ابراهيم؟ 18 النهارده 18 تطعيم حشرات 18 11. يلا يا اسلام كمامه تحت السلم اهو يا اسلام. طيب فله دي يا جماعه تاخد قد ايه؟ هتاخد سنتي، معروف ان النتايه سنتي، لو ذكر وجسم محمل يبقى سنتي ونص. بس في معلومة، احنا في الشتاء المفروض ان الشتاء مفيش حشرات، بس برضو دي بتبقى عبارة عن حاجة تمام، يعني نظام جدار للحشرات. يعني دي ما تنساش ان التطعيم اللي احنا هندوه دلوقتي يا جماعة هيفيدني 3 شهور قدام، يعني لما ندي النهاردة 18 11 يبقى 18 12 18 1 18 2، يعني التطعيم ده شغال معايا لحد شهر 2. اهو كده تمام، ادينا كده التطعيم. الفله دي اكيد كلكم عارفينها طبعا، بعد كده احنا كتبنا لها طبعا. بكده يا جماعه نبقى انتهت حلقتنا النهارده، وعرفنا معلومات برده في مده التطعيم اللي احنا هنشتغل عليه بتاع الحشرات، والتطعيم اللي احنا بنشتغل عليه الحشرات هو الايفوماك الاردني، هو ده اللي نجح معانا. جربنا حاجات كتير مفيش معانا، يعني ما جابش معانا طريقه الا ده تمام. ده بيفيدني ان ما يبقاش في حشرات في الكلب، بيفيدني كمان ان الكلب ياكل وينظبط احسن من الاول بكتير. اطمنا ان ليزا حامل، واطمنا ان مسله باذن الله بمشيئه ربنا باذن الله تكون شايله. فطبعا كده دي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه. في الاخر تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي مشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب ومنتج زمرور، تدريب كلاب البحيره، كابتن ابو نور. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.